المشير خليفة حفتر أعلن اليوم عن عملية تحرير طرابلس. أحد الأصدقاء الليبيين قال أنه لن يأتي رمضان إلا وطرابلس محررة بالكامل. طبعا طرابلس تعتبر إحدى المدن الليبية المهمة جدا والمركزية، وفيها طبعا كثافة سكانية، وتعتبر رمزية سياسية واقتصادية لليبيا، وهي طبعا ما زالت تعتبر آخر الخنادق التي يسيطر عليها بعض الجماعات السياسية المناوئة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. هناك نقطة يجب أخذها في الحسبان في كل هجوم على شخصية معينة. إذا شاهدت قناة الجزيرة والإعلام القطري ومجاميع إعلامية معينة تشن حرب ضروس ضد شخصية معينة، فاعرفوا أن الطرف الآخر هو طرف مدعوم من الإخوان المسلمين، وهذا الطرف الذي تشن عليه الجزيرة وبعض الإعلام القطري حملة هو ضد الإخوان المسلمين. طبعا لا يهم بعض المتطرفين في العالم العربي وفي العالم أيا كانوا استقرار أي دولة، وإنما انتصار هذا الحزب أو ذاك المحسوب عليهم. اليوم هناك عملية عسكرية بدأت اليوم، يتوقع أن تستمر أسبوعين أو ثلاثة. هناك حالة طوارئ أعلنت في ليبيا وفي مستشفيات طرابلس تحديدا، ليست بالسهلة طبعا هذه المرحلة، ولكن ما يهم هو إنهاء الملفات العالقة والدموية للأسف في العالم العربي وجميع الحروب القائمة. اليمن لو لاحظت أن هناك خفوت كبير جدا للمعارك، موضوع الحديدة ما زال هو العالق، هناك اختبارات المبعوث الأممي فشلت كثيرا، وهذا يعتبر مؤشر إيجابي في إثبات أن الحوثي هو المتلاعب. في سوريا أنا أعتقد أن الهدنة اقتربت من التحقق الكامل أيضا. ليبيا هو الملف الثالث الذي يجب إغلاقه في العالم العربي حتى يمكن الالتفات إلى مواضيع أخرى أكثر جدية وتنموية. الأنظار الفترة المقبلة هي على ليبيا بعد أن انتهت أو انتهى البعض من تركيز أنظارهم على الجزائر خلال 5 أسابيع الماضية. الليلة قد تكون فارقة في تاريخ المعارك أو الحرب الليبية الدامية والتي استمرت أكثر من 7 سنوات حتى اليوم. نترقب وننظر ونتمنى طبعا الاستقرار والأمن والأمان للشعب الليبي الشقيق. دردشة طويلة منوعة، أعتذر أن أطلت أو أن خرجت عن مسار موضوع معين. شكرا لكم دائما وأبدا، حياكم الله باتفاقكم وباختلافكم، وأعتذر على الإطالة وأعتذر على الانقطاع، وشكرا.